السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي نشوفه من خلاله اصلاح كار ام بي 3 بلاير، ام بي 3 ديال السيارة اللي تلاحظوها. عندنا مشكلة هنا في هذه الحالة ديال بور اي اس بي، تم اتلافه. بالنسبه للشكل الخارجي ديالو ولا الهيكل فهو مازال شغالا، لا سيما في هذه الحاله غادي نقوموا بالتغيير ديالو، لان هناك كيف ما تعرفوا اربع اسلاك متواجده ولا ملتصقه بالقطعة البلاستيكيه، هي هذه. هناك اربع اسلاك متواجده بداخل هذه القطعة، هناك نلاحظ هناك سلك واحد مفقود، لذلك سوف نضطر إلى تغيير المنفذ USB كاملا بمنفذ آخر شغال. لي USB متواجدة بشكل كبير، الشكل ديال ملتي شارجور تكون فيه. ناخذ مأخذ اخر ولا USB من USB هنا، غادي ناخذ ان شاء الله نفس المأخذ كما تلاحظوا هنا. بالنسبه في هذه الحاله هذا اللي متجاود في هذه القطعة، اللي متواجد في هذه القطعة الإخوان هنا ديال USB. هنا كما تلاحظوا الشكل ديالها انتجري في لاكارت مير. بالنسبة للشكل الآخر هنا كما تلاحظوا متواجدة فوق الكارت مير ديالنا هنا كما تلاحظوا هنايا. غادي نزولوا ان شاء الله هذه، الطريقه باش نزولوا هذه غادي نزولها ان شاء الله هنا بالليرشو. غادي نشوف واحد الليرشو غادي نزول بها ان شاء الله. انا في هذه الحاله كنفيكسيو هذا الكارت مير وكنحاولوا ما نكون نسخنوا بشكل جيد. هنا ننتظر حتى تسخن كارت مير. اما تلاحظوا هنا حراره مفرطه، غادي يتم اخراج هاد المنفذ كما تلاحظوا حنا خرجناه هو هذا. حاول ما امكن ما متسخناش بزاف باش ما يتمش الاتلاف ديالو حتى هو، ولكن في هذه الحاله الاخوان كما تلاحظوا الله حرقت يدي. كما تلاحظوا قمنا بازاله المأخذ ولا المنفذ USB شغال. غادي نقومو في هذه الحالة هنايا غادي نزولو المأخذ اللي تالف ان شاء الله، غادي نزولوه بالكاوية لكي لا نقوم بعطل في هذا الكارت مير، حيث الكارت مير الاخوان صغيرة جدا وفي اي لحظة يمكن يتم الاتلاف ديالها ولا والعناصر المتواجدة في هذا الكارت مير. حيت هاد الكارت مير غادي نتيستوها ان شاء الله ونشوفو كيفاش تخدم نخدموها. نشوف كاوية
غادي نقوموا بإزالة الأسلاك الملتصقة في البطاقة. نزول السلك الأول. هنا في هذه الحالة إما تزولها بالإرشو ولا تزولها بالكاوية. تلاحظوا هنا كنبداو نسخن الأسلاك الملتصقة في المادر بورد. هنا كنزولو طرف بطرف. حول ما أمكن نتابع العناصر الصغيرة ديال المادر بورد لكي لا تقوم بإزالة أحد المكتفات السيراميكية. ثم تلاحظ أننا زولنا دابا في هذه الحالة هذا المأخذ USB اللي تالف. بعد ما نديرو به غادي نقوم ب بالنطوية الجبهة ديال هاد العناصر. هادي هي المكتفات السيراميكية الإخوان. نديرو نطويها بواحد برودوي. انتبهوا الى الاربع اسلاك، هل هناك التصاق بينهما ام لا. من بعد ما قمنا الشباب دابا في هذه الحاله بالازاله ديال منفذ USB، غادي نقوموا بتغيير وتهيئ المنفذ الصالح. لهذه الحاله غادي نشوفوا كيفاش نركبوه. حيت هنايا كما تلاحظوا نفس المنفذ، ولكن غادي نقوموا ببعض التحسينات على هذا المنفذ هذا لكي نستعمله هنا في هذه الحاله. ناخذ بنس. نقوم ب تنظيف هاد التغيير ديال هاد المأخذ USB راه ساهل، ماشي زعما كيطلب زعما تكون عندك خبرة طويلة في هاد الميدان ديال ريباراسيون، ولكن غير إنسان يكون دقيق في الأمور التي كيصاوبها. نشوفو كيفاش هذا الرجلين ديال لاماس. غادي نقوم بالانحناء ديالهم. نتستوهم هنا كيفاش غادي يجيو ان شاء الله.
دي يجيب حلقة للشباب، فهاد الحالة الشباب غادي نقوموا ب هنا غادي نعطيكم واحد النصيحة الشباب هنا. دائما في أي قطعة إلكترونية بغيت تقوم بالتركيب ديالها، خصوصا القطع اللي كتكون ما تيكون عندها واحد الشق ديال الجانب الهيكلي ديالها مهم في المادر بورد ولا في اي كارت ميمري باغي تركب فيها شي كومبوزون، في هذه الحاله دائما كتبدا بالشق الهيكلي، يعني بان لاماس هو الاول تقوم بالتثبيت ديالو، عاد جزء الاطراف المهمه اللي باش يمكن تشتغل ديك القطعه. هنا في هذه الحاله علاش غادي نقوم بالتركيب ديال الهيكل، باش يسمح لي نقوم بتركيب هاد الاسلاك الاربعه بشكل مريح، ما يكونش هناك صعوبة. غادي نبدا نقوم بالتركيب ديال هاد الأسلاك، هاد الأطراف الهيكلية. غادي نمشي للطرف الآخر.